أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة نجس وينقض الوضوء؟ نعم، هذا من النفاس. الماء الذي يخرج قبل الولادة هذا نفاس، بداية النفاس، وهو نجس لأنه يخرج من الفرج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الأشياء وينقض الوضوء أيضا لأنه حدث. نعم.